لأساسي اليوم أن الدعوة الأولية لا لزياش ولا المزراوي ولا الزلزولي راه توجهت. هذا خبر كتعطيه؟ بطبيعة الحال في لا ليست إلارجين تاع 40 راه توصلوا بالدعوات والاستدعاءات للفريق الوطني، واللائحة الرسمية غادي تعلن يوم الخميس إن شاء الله، وحنا كنشتغلوا باستمرار باش هاد اللاعبين، ماشي المهم هو أنك تصيفط له الاستدعاء، وأنه يكون تجاوز في الذهن تاعو في المونطال تاعو هادوك الإشكالات اللي كيف قلت توقع في كاع لي سيستيم باش يجي 100% ليكيب ناسيونال. بعد مد وجزر أتى الخبر السعيد، خبر لطالما انتظرناه طويلا، هرمنا لهذه اللحظة، لحظة استدعاء المايسترو زياش والنفافة نصير المصراوي والقطار عبد الصمد الزلزولي. لكن فرحة المغاربة لم تكتمل سوى ساعات معدودة. المايسترو زياش يعلن عبر ستوري في حسابه عن رفضه دعوة المنتخب المغربي وتأكيد قرار اعتزاله، وهو نفس الاتجاه الذي صار عليه ظهير أياكس نصير المصراوي، والآخر رفض دعوة المنتخب المغربي بسبب عدم احترامه كلاعب وكشخص. إلى حدود هذه الأسطر نطرح سؤال في غاية من الأهمية، لماذا فوزي وجه الدعوة لزياش والمصراوي ولم يستدع الجلاد حمد الله؟ هل كان يعلم أن حكيم ونصير سيرفضان الدعوة وأن حمد الله سيغتنم الفرصة خصوصا بعد عدوله عن قرار الاعتزال؟ تدوينة زياش تجعلنا نشك أن خرجة فوزي الصباحية ما هي إلا خرجة لامتصاص غضب المغاربة، تحويل الضغط من الجامعة إلى المغضوب عليهم على أساس هم من رفضوا الدعوة وليس الجامعة من رفضت العودة. سنحسن النوايا ونفترض رغما عن أنفسنا أن رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم لم يحبذ حرق المراحل على اعتبار أن اللائحة الأولية تسبق اللائحة النهائية في كل منتخب، وأنه احترم مبدأ الاختصاص بحكم أن اللائحة النهائية من اختصاص الإدارة الفنية. لكن ماذا عن الجلاد حمد الله؟ فوزي صرح بأن هناك خطوات مدروسة وسيأتي وقت الحديث عنها. لا أدري عن أي وقت يتحدث هذا الرجل، والصاطي بلغ من الشيب عتية ولم نفهم أي خطوات يقصد الرجل، مع العلم أن مكالمة هاتفية أو جلسة تنهي الجدال والخلاف، خصوصا بعد التدوين التي نشرها عبر حسابه في الفيسبوك ومن خلال عدة منابر إعلامية. كان الجميع يعتبر أن عودة الصاطي ما هي إلا مسألة وقت فقط. لقد تأكد اليوم وبالملموس أن مشكل حمد الله لا يمت صلة بالمدرب، على خلاف المايسترو زياش والنفاس نصير المصراوي، المشكل مع رئيس الشيء وصاحبه. فلو كان حقا مع المدرب فلماذا لم تكن هناك خطوات مدروسة مع الآخرين؟ بعيدا عن المغضوبين عنهم، هناك أسماء أخرى من المرشح أنها ستكون في القائمة الأولية بعد غياب طويل، المقاتل نور الدين أمرابط ووليد الكارتي، خصوصا في ظل تراجع مستوى أيمن برقوق. نادي بيراميدز أعلن عبر حسابه أن وليد الكارتي حاضرا في اللائحة الأولية لكتيبة وحيد خاليلوزيتش. الكارتي هذا الموسم ساهم في 9 أهداف من أصل 10 مباريات وسجل 5 أهداف، كما قدم 5 تمريرات حاسمة. كل هذا جعل بيراميدز في صدارة الدوري المصري. عموما صارت الأمور بشكل سيء، رفض اللاعبون الدعوة. الخيار الثاني هو أننا نجددوا الثقة في هذا المدرب باش نتأهلوا لكأس العالم ولكل مقام مقال. ما عندناش كرويا وسي عزيز راه تعرف هذا الشيء، ولا رياضيا ولا ما يمكنش ولا فلسفيا. الآن لاعبين تاع الفريق الوطني
انا نقول لك بالوضوح، حتى اللاعبين لا زياش حكيم ولا نصير مزراوي ولا الزلزلي نتاع برشلونة ولا اللاعبين الاخرين، الباب تاع الفريق الوطني مفتوح لهم في اي وقت. واش كيوقع داخل الفريق الوطني؟ هذا راه معطى مهم اللي كتقول. شوف يا سيدي، الفريق الوطني نتاع المغاربه، وغادي نجاوب سي حداد عبر هذا الكلام. الفريق الوطني ما تنقولوش اودي غادي نجيبو فيه فلان نقرروا عاد نديروا، لا، الفريق الوطني تنتابعوا اللاعبين على المستوى الوطني المستوى الدولي، لان حتى هذوك مغاربه راه عندنا 5 ملايين عايشين في المجر، واللي كيكون عنده المستوى باش يمثل الفريق الوطني في ديك المباراه بداك الخصائص ديال المباراه، كل مباراه عندها الخصائص تاعها. المباراه اللي غادي نلعبوا في كينشاسا ماشي هي المباراه اللي غادي نلعبوا في مركب محمد الخامس في الدار البيضاء. هادشي كله هو تيتخذ بعين الاعتبار وتيتعزلوا 23 لاعب اللي غادي يمثلوا المغرب. وهذه المساله كاينه في جميع الدول. المنتخب نتاع البرازيل ما فيه حتى لاعب تيلعب في البرازيل. واش البطولات البرازيل عيانه؟ لا. المنتخب الفرنسي راه كلهم تيلعبوا خارج البطوله الفرنسيه، هذا يعني داخل في اطار العولمه لونيفرساليزاسيون اللي بغيتي تسميه. ولكن اللي مهم واساسي انا كنقول لك مره اخرى وللمره الاخيره ان باب الفريق الوطني للاعبين المغاربه متبين. اينما وجدوا الفريق. وشنو كاين دابا في الاشكال؟ بحال جميع لي سيستيم، الفريق الوطني راه واحد المجموعه فيها 50 الناس تيتلاقاو تيتعاملوا يوميا تيتصلوا مع بعضهم بعض، وفي هاد الخمسين تتوقع اشكالات على مرور الاشهر طبيعي، بحال الوسط العائلي بحال الوسط الاداري بحال جميع الاوساط تتوقع فيها اشكالات يجب ان تعالج. اللي اساسي اليوم ان الدعوه الاوليه لا لزياش ولا المزراوي ولا الزلزولي راه توجهت. هذا خبر كتعطيه يعني بطبيعه الحال في لا ليست الارجين تاع 40 راه توصلوا بالدعوات والاستدعاءات للفريق الوطني، واللائحه الرسميه غادي تعلن يوم الخميس ان شاء الله، وحنا كنشتغلوا باستمرار باش هاد اللاعبين ماشي المهم هو انك تصيفط له الاستدعاء، وانه يكون تجاوز في الذهن تاعو في المونطال تاعو هادوك الاشكالات اللي كيف قلت توقع في كاع لي سيستيم باش يجي 100% ليكيب ناسيونال. حنا اللي مهم هو المجموعه اللي غادي تجي وتسافر لكينشاسا غادي نكونوا 200%، وانا غادي نكون في مقدمتي.